فيه ده اللي هو يخلينا أولاده. نتكلم يا دكتور عن المردود المختلف الحقيقة على كل المستويات، مش بس بنتكلم عن سكن، احنا كمان بنتكلم عن أبعاد اجتماعية وأبعاد نفسية وأبعاد اقتصادية. مش بس تل العقارب زي ما حضرتك قلت النموذج اللي حصل في القاهرة، لكن كمان في غيط العنب واحد وغيط العنب اتنين في اسكندرية، وهدف الدولة كان القضاء على العشوائيات ب2020 أو الأماكن الخطرة تحديدا اللي كان ليها الأولوية. إزاي الأبعاد الاقتصادية قدرت أن أنا أدعمها في المناطق دي؟ إزاي قدرت أوفر فرص العمل؟ إزاي قدرت أزود النشاط الاقتصادي للسكان فيها؟ عشان نتكلم عن النقط دي نقول أن الاستراتيجية العمرانية المتبعة هي استراتيجية متكاملة وليست على محور واحد. يعني النهاردة الدولة عشان تيجي تقول أنا هقضي على الإسكان العشوائي كان لازم يبقى ليها استراتيجية. أول خطوة إن هي هتقضي على الإسكان شديد الخطورة، على التوازي محور آخر وهو توفير المسكن المناسب في المدن الجديدة كبديل. يبقى إذن لأن أنا النهاردة عندي 2.5 مليون مواطن كل سنة زيادة طبيعية، وبالتالي أنا عندي زيادة طبيعية عالية جداً. يبقى أنا مش بس هقضي على الإسكان العشوائي شيل الخطورة، أنا كمان هيبقى عندي مدن جديدة وأيضا وحدات سكنية جديدة. خلاص. تالت حاجة إن أنا بحافظ على الإسكان الرسمي القائم عشان ما يتحولش إلى إسكان عشوائي. دول التلات محاور أساسية وكلها بتخلق فرص عمل. يعني النهاردة لما يبقى في مدينة جديدة بتنشأ، طب اكيد هيبقى فيها مباني، فيها طرق، فيها خدمات، فيها انفراستراكشر، بنيه اساسيه، كل ده بيخلق فرص عمل. كل ده بيخلق فرص عمل لمصريين. صحيح. يعني كل العماله اللي موجوده عماله مصريه، وبالتالي لما يبقى عندي فيه فرص عمل يبقى في وضع اقتصادي افضل، في دخل بيزيد، في حياه افضل. هي كلها منظومه، جانب اجتماعي، جانب اقتصادي، جانب عمراني، لها استراتيجية متكاملة.